طب أستاذ حمزة، وأنت رجل قانون وأيضا أحد أعضاء هيئة الدفاع، هل هناك أي شائبة قانونية تشوب أن خطيب على منبره في خطبته يتحدث عن تبادل الأسرى؟ يعني هذا أمر شديد السلمية، هذا أمر مكفول بالقانون، حتى حكومتهم الغاشمة كانت ماضية في مسألة تبادل الأسرى. ما الذي يشوب هذه الكلمة قانونيا؟ نعم، وهذا بالضبط ما قام فضيلة الشيخ سماحة الشيخ أكرم صبري بتوضيحه وبالتحقيق، أن مسألة التبادل الأسرى هي مسألة إنسانية معروفة منذ قدم الأمم والحضارات، وأن التبادل الأسرى وإعادتهم إلى ذويهم هو عمل إنساني بحت، بل وعلى العكس يجب احترام الأسرى وعدم التعرض لهم وإعطائهم الحد الأدنى من العيش الكريم والسلامة الجسدية وغير ذلك من الحقوق. لكن ما يحدث هنا أن الشرطة الإسرائيلية تريد من المجتمع المقدسي في مدينة القدس الانسلاخ عن سائر أبناء شعبه في الضفة الغربية وفي غزة، وتريد تحويل كل تضامن مع أهلنا في مدينة غزة، وكأن هذا التضامن مع الجرائم التي تحصل ومع الحالات الإنسانية التي هناك من فظائع يرتكبها الاحتلال ضدهم، يريدون تحويل أي صوت يقف في وجه هذه الجرائم ويندد بها، وكأن هذا الصوت في المقابل هو صوت مؤيد للإرهاب ويحرض على الإرهاب، وبالتالي يقومون بتوجيه هذه التهم له بغض النظر عن ارتكازها على مضمون قانوني أو لا. القانون الدولي وحضرتك أعلم مني يكفل لسماحة الشيخ عكرمة صبري ولكل مواطن فلسطيني أن يطالب بإجلاء الاحتلال، لأنه طبقا للقانون الدولي، طبقا للشرعية الدولية، إسرائيل دولة محتلة، وعليه القانون يكفل المطالبة بإجلاء الاحتلال. وسماحة الشيخ لم يذكر في خطبته أي حديث، لا من قريب ولا من بعيد، في أي تحريض على العنف. أما أن الأوان الآن خاصة بعد خروجه سالما لتدويل أمر الضبط والإحضار المتعلق بسماحة الشيخ عكرمة صبري، وأن هذا من ضمن الأمور التي يستخدمها الاحتلال للضغط على الشعب الفلسطيني، وأنه إلقاء القبض على رموزه وقاماته وخطباءه ومشايخه؟ نعم، بصدق ما يحصل هنا لدينا في مدينة القدس أن الأحزاب اليمينية المتطرفة من المستوطنين الحاقدين ما أن استلموا سدة الحكم وكانوا والآن هم جزء من حكومة الاحتلال، حتى أنهم باتوا يحرضون ضد الرموز الدينية والوطنية والقيادية بشكل يومي، وعلى رأسها سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، فما أن وصلوا إلى سدة الحكم حتى يعني باتوا يحرضون عليه بالاعتقال ويطالبون بزجه بالسجن ويتهمونه بالتحريض ويتهمونه يعني بتهم ما أنزل الله بها من سلطان، كما وأنهم يحركون بلدية القدس بلدية الاحتلال لتنفيذ أمر هدم منزل الشيخ، بل وحتى ضد جميع العمارة التي يسكن فيها أكثر من 13 عائلة، ويمنعونه من السفر خارج البلاد ويضيقون الخناق عليه،